ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والثور بل له التبتل والندى، والندى. طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، إذا اجتمعنا على الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في هذه المجالس الإيمانية النورانية من ليل الندى. والحقيقة شهر رمضان يأخذ دائما قلوبنا إلى كلام الإيمان، إلى أحوال السلف الصالح، إلى تأملات في آيات الله البينات في القرآن العظيم، وخصوصا نحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي أخي الكبير والصديق الأخ العزيز الشيخ وجدان العالم. مرحبا شيخ وجدان. مرحبا يا سيدي الكبير ديت، يعني أهلا وسهلا بك. الله يحفظك سيدي. الحقيقة العلاقة بين القرآن والصيام، القرآن كما بدأت هذه الافتتاحية أو قدمت لحديثي آية الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر. في سياق هذه الآيات تفرض الصيام على المسلمين، يأتي الحديث عن القرآن أيضا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه علاقة قرآنية بين الصيام والقرآن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار، ويقول القرآن منعته الليل النوم بالليل. علاقة بين القرآن والصيام كيف تشاهدها؟ الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع من واله وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل على نعمة القرآن، أعظم النعم. نعم، ومن بركات هذه النعمة الجليلة هذا الشهر، من بركات القرآن. وصف الله عز وجل شهر رمضان ونعته نعتا يدهش الإنسان عند التأمل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كأن صيام رمضان إنما جعل تشريفا لهذا الحدث. الله، هذا الحدث الذي غيرت به معالم الدنيا وانعتق به الإنسان من أسر التراب وجاء إلى الله عز وجل مريبا عابدا تائبا طاهرا منيرا، يأتي إلى الله عز وجل في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه الذي القرآن. أنزل هذه فيه جملة القرآن. يعني أشرف نعت له. الصيام والعلاقة، وأنا بأكد على ده أو بحاول أركز مع حضرتك، يعني هل لشرف هذا الشهر بنزول القرآن فيه بداية النزول فرض الله تبارك وتعالى فيه الصيام ليهيئ البطون ويهيئ النفوس، بالتالي في نهار رمضان يمتنع يكون الصيام، وفي الليل تكون التراويح ويكون السماع ويكون القرآن، فكأن الصيام تهيئة للنفوس لتستقبل هذه الآيات المنزلة. بارك الله فيك، أنت اختزلت ما أريد بسطه الآن. عندما تنظر إلى هذه التهيئة تعلم شرف الذي تستقبله. الله، هيئت هذه النفوس بهذا الشهر الذي وضعت فيه تلك الضوابط وحف بهذه الرحمات الغامرة من أجل كلام رب العالمين.
الذي هو شرفنا، شرف الإنسان، شرف العرب، شرف المسلمين، هذا القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال أهل العلم شرفكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشرف المؤمن قيامه بالليل. فهذا القرآن شرفك، وشرفك أن تقوم به، فكل ما تعلق به فهو شريف، وهو كتاب كريم عظيم جليل، شفاء، هدى، نور، رحمة، فضل. نعوت كثيرة لهذا الكتاب المجيد. هوئ الإنسان بهذه التخلية، أن يفرغ باطنه وأن يجم جوارحه وأن يزمها وأن يأتي بها إلى الله عز وجل، وأن يسوقها بعيدا عن مسار الشهوة والشبهة وعن المشاتمة والملاسنة، حتى يتلقى القرآن، حتى يستطيع أن يتلقى أنوار القرآن. هل يعني مجاراة لهذه المعاني الجليلة التي يعني تقولها، نستطيع أن نفهم قول الله تبارك وتعالى عن عظمة هذه النعمة، نعمة نزول القرآن، قوله عز وجل في صدر سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، حمد نفسه، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله وتبارك الذي، يعني هذا التعظيم لشأن العظيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، ذكر القرآن بنعمته قبل ذكر الخلق، إشارة إلى أن نعمة الهدى والرشاد أعظم من نعمة الخلق والإيجاد. كذلك الأمة التي تتبع القرآن وتعتبر شهر نزول القرآن، شهر رمضان، منطلق للاستمساك بحبل الله المتين، لا أمة لا تخترق، أنا أقصد هذا المعنى، وهذا الأمة يعني مسددة، لا 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 يأتي، لأن الكتاب من صفاته كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كذلك الأمة إن استمسكت يعني لا يخترقها أي شيء، لا يخترق وعيها ولا أخلاقها ولا سلوكها، وهكذا. هل يصح هذا المعنى الذي أقوله؟ هذا هو بيت القصيد إن صح التعبير. عندما نتأمل كما ألمحنا في جلسة سابقة إلى تربية الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، والصفوة المختارة المؤمنة الذين كانوا معه في هذا المجتمع المستعر بالعداء لهم، كيف صيغ قلبه وكيف ربيت هذه الطائفة؟ ربيت بالقرآن، لأن القرآن، لأن الإنسان الذي يصنع على عين القرآن يكون عصيا على الضلال، يكون عصيا. ولذلك كل أنواع التزكية والمجاهدات التي يذكرها علماء السلوك في كتبهم، يختصر ذلك كله أن تكون معلقا بالقرآن، لأن تغيير القرآن تغيير ذاتي بغير إرادة منك. أنا أرى في علاقة المجتمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن بأصنافه كلها الموجودين، المؤمنين كيف كانت علاقتهم بالقرآن، حدث ولا حرج، الكافرون بالقرآن وبرسول القرآن لهم شأن مع القرآن، يزعجهم هذا القرآن، حتى أنهم أرادوا أن يستريحوا من نزوله، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. هل يتمنى الكافرون أن ينزل القرآن كله 114 سورة جملة واحدة؟ يعني هذه الأمنية بماذا تفسرها وبماذا تفسر هذه العلاقة؟ الصنف الثالث المنافقون الذين ظهروا بعد ذلك علاقتهم بالقرآن، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. طب دول منافقين كافرون بالقرآن، من أين يأتي هذا الحذر وهذه الحالة النفسية؟ من كتاب لا يؤمنون به. هذه ثلاث مشاهد، ثلاث أصناف مجتمع الرسول في تعاملهم مع هذا الكتاب العزيز. عندما نتأمل هذه السياقات التي ذكرتها يا سيدي الحبيب، نجد أنهم يعلمون سر هذا القرآن، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون بركة هذا القرآن ونور هذا القرآن،
حتى عندما يعني الله عز وجل يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أن هذا الكتاب ليس في طاقة بشر، وقد ذكر ذلك رب العالمين في سورة المدثر عندما جاء ذلك الرجل من قريش فسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الوليد بن المغيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمع. وها هنا التفاتة عجيبة، مجرد سماعه، مجرد إلقاء الكافر سمعه لهذا القرآن أصابه تغير، حتى لما رجع عليهم قالوا والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. هذا رأوا أن ملامحه قد تغيرت دون أن يتكلم، مجرد وقد أقبل بكفره وعناده وصده، لكن مجرد، هذه بركة القرآن الفريدة، أن مجرد الإصغاء والإقبال عليه ولو بإصغاء كافر يحدث فيه أثرا. فلما أقبل إليهم قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثبر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذا وصف إنسان يعني خبير بالأساليب والمعاني والألفاظ. ثم قال إيه، خلاص شاعر ما ينفعش، شاعر كاهن والله أنا أعرف رجز العرب وشعرهم وأعرفه كلام الكهان وهمهمتهم وزمزمتهم، ليس هذا. أمال إيه؟ قال لك قولوا سحر. هو أراد يعني أن يعني أو يقيم لنفسه العذر في التأثر، ده سحر، حتى إذا تأثر بعض الناس به نقول آه ده سحر. معنى ذلك كله نأتي نحن، حتى لا أنشغل بمشاهدات الكفار، نأتي نحن كمسلمين مؤمنين بهذا الكتاب المجيد، لنعلم أن هذا الكتاب فيه كل الحياة. قال رب العالمين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أنا ليه بتوقف عند رؤية الآخر كما يقال للكتاب العزيز؟ لأن الحق ما شهدت به الأعداء، يعني حادثة تسلل هؤلاء الثلاث، الأخنس بن شريق ومش عارف أبو سفيان، ومن وراء بعض حتى يسمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوعدوا لما يتقابلوا ويكتشفوا بعض إنهم يرجعوش لتاني، ثلاث مرات إن صحت هذه الرواية يتسللوا عشان يسمعوا القرآن. ما هو الدافع؟ أنا قلت كما قلت كلام رب العالمين، وهم قوم. كان أستاذنا العلامة محمود محمد شاكر له مقدمة جليلة نفيسة لكتاب مالك بن نبي الظاهرة القرآنية، له مقدمة طويلة عريضة، فكان يقول هؤلاء القوم كانوا أهل صدق مع أنفسهم، تحداهم رب العالمين بهذا الكتاب وقرعهم وأظهر عجزهم ولم يفتري أحد منهم، فكان سقوطهم دليلا على صدقهم مع أنفسهم. مش ما جاش واحد مثلا يعني مخبول زي مسيلمة وقال لهم، لأنهم عرب يعرفون معنى الكلام. مسيلمة ما جاء بشيء، جاء بشيء مضحك، ما هو بقول حضرتك مخبول سخري. هم لأنهم يحترمون أنفسهم وعقولهم ويعرفون منازل الكلام وطبقاته، عارفين أن هذا القرآن لا ليس في طاقة بشر، فيسمعون فإنهم لا يكذبونك مرة أخرى. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوش مجرد، لأنهم يعلمون أن مجرد السماع يفتح مغاليق القلب. هذا مع الكافر الذي نشأ في بيئة كافرة، فكيف مع المسلم الذي يعيش في مجتمع مسلم؟ عندما نقول أنا حضرتك بس قطع القرآن في هذه التزكية، عندما تأتي له بقلبك يغيرك، كل ما استعصى عليك تركه من معاصٍ ومن ذنوب ومن آثام ومن هموم وأحزان وغموم إلى آخر هذه الأشياء، إذا أجلست قلبك، وأنا أعني هذه الكلمة، إذا أجلست قلبك بين يدي القرآن المجيد فتلقيته، ستجد أن هنالك تغيرا لا تدري سببه. ربما أنت تحدث الناس القريبين من القرآن، لا أجلست أنا قلبك، لكن القرآن خطاف، القرآن خطف قلب الفضيل بن عياض لما سمع جلس قلبه، وغيره الكثير. هل كان شيخا فجلس يقرأ القرآن؟ لا، أنا لا أتكلم عن المجالسة بجلوس الشيخ، أتكلم حضور القلب. إن في ذلك أنا أقصد هيمنة القرآن، لكن طبعا مرحلة عالية، دي مرحلة عالية. أنا أتكلم عن المسلم العادي،
أنا أقول له دائما وننزل من القرآن ما هو شفاء، نقف عند كلمة شفاء، شفاء، كلمة شفاء مطلقة. حتى بعض أهل العلم قال في الشفاء حتى في الأمراض الحسية، لكن أنا أتكلم عن شفاء، شفاء من القلق، من التوتر، من الهم، من الضيق، من ثقل الذنب، من وعورة الضرب، من أضغاث الحياة ومشاكلها، شفاء. فعندما آتي إليه، لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ أنت بتكلمني عن القرآن وأنا لا أجد ذلك. يعني ما نتكلم بواقع الناس، أنت بتكلم عن القرآن وأنا مش حاسس، إيه اللي أدهش المشركين؟ القرآن وصفه رب العالمين أنه كتاب عزيز، لكي تأخذه لابد أن تجلس وتسمع. ولذلك إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ذكر السماع مقترنا بالإنصات. لكن في المشهد الأول في نزول الوحي اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثم أخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، كاد يختنق صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلني وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. عندما وقف مفتقرا تلقى الوحي، اقرأ ما أنا بقارئ. هكذا القرآن لا ينبغي أن تأتيه منشغلا. الكافرون ذكر رب العالمين عنهم أنهم كانوا إذا سمعوه يحدث عندهم شيئا، إما إعراضا وإما إقبالا، المهم أنه يحدث أثرا، يتفاعلون معه إقبالا أو إدبارا. وكان إدبارهم وإعراضهم ليس تكذيبا لهذا، ولكن استكبارا وجحودا وأنفة وكبرا. كذلك وأحيانا كما حدث في هذه الرواية إن صحت، يعني لما جاء في أواخر سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الكافرون الذين كانوا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدروا أنهم هيمن عليهم القرآن، لأنهم لا يملك إنسان يصغي، وأنا أتكلم عن الإصغاء، لا ترديد اللسان ولا سماع الأذن دون حضور القلب، لا يملك إنسان يصغي للقرآن إلا أن يسلم قلبه له. هذا الجسد الترابي ينظر إذا تلقى الوحي، ينظر حتى وإن لم يكن حاصل على شهادة ولا يفهم اللغة العربية ولا قرأ في التفسير وربما لا يعرف القراءة والكتابة، أيضا يتأثر بالقرآن الكريم. وأنا قلت لحضرتك هذا 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 من أحد دلائل أن هذا كلام رب العالمين، أنه ما من بشرين. طب أقول لحضرتك ولو كان أعجميا لا يفقه العربية. بعض أصدقائنا سافر إلى الصين ثم قابل هناك بعض الناس فكان يتكلم بالإنجليزية، يعني هو لا يعرف طبعا اللغة الصينية والآخرة، فبقول لي أنا دايما ماشي معايا الشيخ المنشاوي، يعني الشيخ المنشاوي فكان بيتكلم مع بعض الوفد الذي يتكلم، فكان فيه واحدة يعني فبتكلمه مش عارف ايه، حدثني يعني مظهره، حدثنا عن الإسلام مش عارف ايه وكلام من ده، فقال لها يعني ايه هذه هي رسالتنا، مش هكلمك كتير لو سمحتي، وراح مدلها السماعتين تسمع القرآن بس listen to this، بس اسمعي ده. فسمعت وهي صينية لا تعرف أصلا الإسلام، مش أقول بقى القرآن ولا ما تعرفش حاجة، فلما بيقول لي والله كده بيقول لي رفع عينيها في حاجة، قال له إيه ده؟ والشيخ المنشاوي قلب يقرأ، يعني مش واحد بقى قلب يقرأ، فقلت له قال لا هذا 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 كتابنا، this is our book، ده كتابنا. قال له قال لها يعني حد، قالت له حد مؤلفه يعني منكم او كده، بس هذا ما يعني هي عايزه تقول ان مش كلام بشر. ايوه فقال لها لا لا ده من عند الله. قالت له ده كلام الخالق وكده. لا بيقول الدهشه التي اخذت. انا بقول لحضرتك هذه طبقه اريد ان اؤخرها في الكلام، حكايه التاثر، لكن انا اريد ان اتي بالمسلم لاقول له ان قوام حياتك
وحياة قلبك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية، النور، الروح، ثلاثة أشياء لا أحد يستغني عنها قط. بدون النور لا إدراك. طيب. وبدون الروح، معذرة سيدي، وبدون الروح لا حراك. أول قاعدة للمسلم مع القرآن المجيد أن تعلم أنك بدون القرآن ميت. لابد أن تعتقد ذلك، أنت من غير القرآن لا شيء. لا شيء بمعنى لا شيء على سبيل الحقيقة، لا على سبيل المجاز، نحن ما نتكلمش بألفاظ. طيب، الناس تفهم ما تقول، والمسلمون يعلمون ذلك ويحبون القرآن، لكن ايضا علاقه، في هناك علاقه ضعيفه بالقران، علاقه طيب مشوهه. ما هو كيف يحبه وتكون علاقته ضعيفه؟ طيب بيه؟ انت حببه في هذا، ما هي الادوات؟ ما هي الادوات؟ ما هو اول ولا شيء حياة له بذلك بغير القران؟ هذه مسلمات عند كل مسلم. لا لا لا, لا 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 حتى كثيرون نظرية. كثيرون لا يعلمون. ممكن بيقول ان انا ممكن، يعني مش شرط ان انا اقرا قران كل يوم، يعني هي لا القضية. دعك من الاستثناءات. لا مش استثناء سيدي، هو بيصلي كل حاجة. الناس يحبون القرآن ويقبلون عليه، خلينا في شهر رمضان، يقبلون عليه في يعني في شهر رمضان أكثر من كل شهور. بنشوف الناس مفتحة المصاحف في المواصلات، في البيوت، في أماكن. ماذا تريد منهم أكثر من ذلك؟ لا، هي القضية مش في فتح المصاحف سيدي، ولا الانشغال بالخدمات، ولا هذا كله. ولم ينزل كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا. كيف أدوات التدبر؟ ما أنا لسه هنقوله. التدبر أول شيء، كما أقول لحضرتك يا سيدي، وهذه القاعدة التي قلتها. حضرتك بتقول لا، كثير من الناس لا يعلم ذلك، حتى بعض الملتزمين، يعني قد ينشغلوا مثلا بالمدرسة الفقهية والعلمية وهذه الأشياء، وليس له حظ من القرآن. هي دي القضية. هو يعتقد أن هذا ليس شيئا، يعني القرآن عظيم وكلام رب العالمين، دي قاعدة عند المسلمين. أنا أتكلم أنه لابد أن يعلم أنه بدون القرآن ميت. ميت يعني ميت، لأن الله عز وجل سماه روحا، وبدون الروح لا حراك. ميت، مستحيل أن يقبل إنسان لنفسه مهما كان أن يكون في عداد الموت. أنت تؤكد على أمر أنا أعتبر من المسلمات، على ما فيه طبعا من أهمية وخطورة، أن يعيش الإنسان بلا قلب، ميت حتى وإن تحرك. إن ترك القرآن وهجر القرآن فهو ميت لا شك. لكن طيب خلاص عرفنا كيف يحيا بالقرآن، ما هي الأدوات التي يملكها حتى يصحو قلبه من جديد؟ هذا هو العلاج. عندما يعرف هذه الحقيقة، وأنه لا إدراك له ولا حراك، وأنه لا نور به ولا حياة، يأتي إلى القرآن. طيب أنا جيت قريت ما حصلش حاجة. لا، خلي بالك، قلنا فيما مضى إننا جميعا على طريق سفر، وهذا السفر فيه ألواث وغبار وأتربة. معنى ذلك أنك تأتي بقلب قد فيه ما فيه، فليس في الخطوة الأولى ستجد، إنما هي القضية إيه؟ أن يطهر ذلك. جاء بعض الطلبة إلى شيخه فأراد في قضية القرآن أن يعطيه هذا. عايزين بقى نجاوب أنا، طب أنا ما أنا بسمع وبنصلي التراويح وبنعمل ومش عارف إيه. وكان شيخه يتجر بالعسل، أفخر أنواع العسل، فقال يا بني اذهب فأحضر لي إناء، فقد جاءني أفخر أنواع العسل، وأنت خصيص عندي، أنت من خاصتي، اذهب فأحضر لي إناء حتى أعطيك فيه عسلا. فلما أن أوشك أن يدبر قال ولا تنسى أن تلطخه ببعض التراب وبعض الطين وبعض الحص، إياك أن تأتي به طاهرا. لا وقف. ثم قال ما من طاعة الشيخ بد، لعل في حكمة، يمكن نحط عليه شوية تراب. فراح، لكن لما جه يجيب البتاع، معلش الطبع برضه يغلب التطبع، يعني معقولة إذا العسل وإذا اختلط بت... فالمهم راح جاي قال له يا بني ما أتيتني بالشرط، أتيتني بإناء طاهر. قال سيدي أعزك الله، أتسمح لي بشيء؟ قال لا تفضل.
قال يا سيدي كيف يعني تخصني، أتستهزئ بي، أنا أجد في قلبي شيئا، كيف تخصني بعسل فاخر طيب وتقول لي ضع في الإناء طينا وحصن، وهل يستقيم أن يكون مع العسل طينا أو هل سيفسد العسل؟ قال أدركت فالزم، هكذا لن تذوق لذة الشراب حتى يطهر الإناء. يا سلام. والقرآن هكذا ينبغي أن تأتي، ولذلك شرع لنا الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تخلي بينك وبين العوائق التي القضية. يا سيد الحبيب، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إحنا الآن جاء رجلا إلى ابن مسعود كما في الصحيح وقال له إني أقرأ المفصل في ليلة أو في ركعة، المفصل على أرجح الأقوال من قفل الناس. قال له سيدنا ابن مسعود، هي دي القضية، ليست قضية في الخطبة، قال هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكنه إذا أيوة ولكنه إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. الله أكبر. القضية في وقوع هذا القطر إلى القلب. طب هناك أتربة، كيف ننتفع بالقرآن؟ أيوة. هناك أتربة، هذه الإجابة، لكن اسمح لي نفصل فيها بعد فاصل سريع. فاصل سريع ونرجع لكم مرة ثانية. ليل الأحبة بدره نور بدا. رجعنا لحضراتكم مع ليل الندى ومع هذه الجلسات الإيمانية. والحقيقة احنا قبل الفاصل مع شيخنا الشيخ وجدان العلي كنا بنتأمل يعني كيف ننتفع بالقرآن، كيف، سؤال ربما لا يشغل بال المسلمين، واحنا في شهر الصيام، شهر القرآن الكريم. لا، القصة مش قصة تلاوة فقط، هذا شيء جميل وطيب وأسأل الله أن يتقبله، لكن ما أعظم أن نتدبر القرآن لما بعد رمضان، لأن التدبر سيفتح طاقة النور في قلوبنا، فلن نتوقف عن التلاوة بعد انتهاء الشهر المبارك، إنما ستكون بداية لمعايشة القرآن والانغماس في هذا النور الرباني لهذا الكتاب العزيز. برحب مجددا بالشيخ وجدان العلي. مرحبا يا سيدي. مرحبا يا شيخ. الله يحفظك. كنا توقفنا قبل الفاصل عند هذا السؤال المهم غاية الأهمية، كيف ننتفع بالقرآن الكريم؟ إذا احنا قلنا القاعدة الأولى أن تعلم أنك ميت بدونه، هذا العلم يثمر إقبالا لكي تتنفس أنفاس الحياة. لما باجي أقرأ القرآن لا أجد ذلك المس، لا أجده. فقلنا إن الإنسان في مشاغل الحياة وزحامها وهذه الأشياء يبقى في قلبه علائق وعوائق وشوائب، فلا يخلص القرآن إليه، لا يخلص القرآن إليه. ماذا هل نرى أهمية هذا الكلام مثلا يوضحه قول الله تبارك وتعالى، وإن كان طبعا ده ليس للمؤمنين لكن قد يصيب المؤمن شيء من ذلك، قول الله عز وجل هذه الآية المرعبة، وإذا ذكر الله وحده، وذكر الله في القرآن الكريم يعني القرآن هو ذكر، الله سماه ذكر، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه حالة الذين لا يؤمنون بالآخرة قد تصيب المسلمين، قد تصيب المسلم، يصيب شيء من ذلك فيحول بينه وبين لذة القرآن. ما هي بعض الآفات تأتي من 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 نقص العلم. أنا دلوقتي لما أعلم يقينا أن هذا الأمر فيه هلاكي هبتعد عنه. تمام. فأنا أقول إذا علمت أن القرآن إذا ابتعدت عنه فيه هلاكي لابد أن أقترب منه، فإذا اقتربت لابد لهذا الاقتراب من آداب، أتيت فجلست بين يدي المصحف أو جلست مستمعا. طيب مرة واثنين أنا ما مش 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 لا أجده، عليك بالتكرار، فإن ذلك التكرار كتسليط الضوء على هذه الشوائب حتى تفنى. كرر. كان بعض المشايخ يقول والله جلست أقرأ سورة التكاثر مرة سنتين ثلاثة أربعة، قال والله حتى وجدت قلبي بعد القراءة الأربعين. يا سلام. أنت دلوقتي جاي تخلص القرآن عشان تقول أنا ختمت القرآن، ولا تريد أن تزيل هذا الختم الذي على القلب؟ يعني القضية. كأنك مع القرآن عدم الانشغال بنهاية السورة، كأنك مع القرآن في رحلة بحث عن الآفات التي في القلب، كأنك تكرر حتى تصل إلى هذه الآفة
هذا الخبث هذا الفيروس يعني الميكروب فتنتهي. لا يذهب إنسان إلى طبيب فيقف على باب العيادة ويقول له يلا خلصني. لا تجلسه يفحصك تكلمه تعرض حالك وأولاخر. ولله المثل الأعلى. اجلس بين يدي القرآن. أنا مش عايزك تهتم بالختم وإن كان هذا أمرا عظيما، لأن ختما قال لابن القيم وقد أجمع أهل العلم أن الإنسان لو قرأ آية واحدة بتدبر خير له من أن يقرأ سورة كاملة آية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعلم أنه كان يقوم الليل في بعض الأحيان بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأها وقام بها ليلة. أمنا الصديقة رضي الله عنها يحكي عروة ابن الزبير أنه كان يمشي فرايح في الضحى فكانت تصلي الضحى فكانت تقرأ في سورة الطور فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فسمع يعني خلاص فقال أذهب إلى السوق. ومعنى ذلك أن لا يروح السوق أستاذ مصطفى، هذا يسأله هذا عروة من أحد فقهاء المدينة السبعة ويقضي حاجته في الشراء والبيع وما إلى ذلك، ثم رجع فوجدها على حالها تقرأ الآية. لا أريدك أن تفوت الآية التي تكتشف بها حياتك. أجري القرآن على قلبك. قد تؤثر في الأستاذ مصطفى آية هو يعلمها من نفسه تذكره بشيء في خبيئه لا يعلمه إلا ربه فليقف عندها. قد تأتي بك سورة فلتلزمها. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة، وهذا حديث يدلك على بعض أسرار التدبر كيف آتي أنت معلش عيد ميت بدونه، أتيت إليه لم تجد قلبك، اجلس فإننا لا نذهب للأطباء واقفين على باب عياداتهم مسرعين، بنقعد ونتكلم، اجلس اجلس لتكتشف هذا. طيب هل هذا يعني نستفيد أيضا من قول الله تبارك وتعالى إن القصة مش قصة تلاوة فقط، لا، أثر الآيات على الإيمان. الله وصف بعض عباده المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن تجد أن هنالك علاقة عجيبة بينه وبين السجود يا أستاذ، هذا الانفعال بالقرآن. يعني إيه؟ في وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وبعدين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سجدا وقياما يبيتون بماذا؟ يبيتون بالقرآن، يقرؤون القرآن، ثمار القرآن هي التي جعلتهم هكذا. ثم بعد ذلك في سياقة الآيات يقول رب العالمين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم حضروها فوعوها. كيف أعي؟ اجلس فكرر. طيب أنا مش فاهم. المصاحف المفسرة متاحة للجميع. الشيخ حسنين مخلوف رحمة الله عليه له كلمات القرآن، أحد مشايخ الأزهر الكبار رحمة الله عليه. اجلس فقط، أحب أن تكون عندك علاقة باهتمام. أنا إذا جلست إلى من أحب أحب أن أعي كلامه. إحنا معذرة في الأحاديث العادية بين المحبين يقول لك هو قال لي عني، طب قول لي كده تاني بالله عليك قال لي، طب بالله عليك قول كده تاني. هذا هو، اجلس بين يدي القرآن. الحديث الذي كنت أحب أن أقوله، الرجل الذي جاء الصحابة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى بنا صلاة وقرأ سورة إلا ويقرأ معها سورة قل هو الله أحد الصمد. في إيه؟ يقرأ القرآن، يقرأ مثلا يوسف ولازم يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ الواقعة ومعها قل هو الله أحد، أي حاجة قل هو الله أحد. فكان الصحابة حريصين على الخير فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ قال إني أحبها، أنا بحبها، فيها صفة ربي. أنا وجد قلبه ها هنا. إذن وجد قلبه هنا. إذن ليس عيبا أن يرتبط المسلم مع ارتباطه بالقرآن الكريم كله كل سوره وآياته أن يجد قلبه في سورة يوسف في الكهف في بعض الآيات. سيدنا عمر طالما كثيرا ما كان يكثر قراءة يوسف في الفجر، وكان إذا أتى على قوله سبحانه قل إنما أشكو بثي، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فيعلو نشيجه حتى يسمعه من في آخر الصف. عمر
وجد قلبه. ما حدش على فكرة سألوا أنت ليه بتبكي هنا، نشيجك هنا ليه؟ يعلمون أن لكل إنسان منا حالا مع سورة ما، يعلم أنها تعينه، أنها تحدوه، أنها تسوقه إلى الله رب العالمين. فلتجلس ولتلتمس بابك الذي تصل منه إلى الله عز وجل. طيب، لكي أعينك على هذا الباب، كان جل قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وصلواته من المفصل. وهنا وقفة لكي آخذ، مش أقعد إيه أقرأ السورة، لا، انظر كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع القرآن. كانت أكثر قراءاته في صلاته من المفصل، من قاف وانت لغاية الناس، مش عايز أقول وانت نازل لأن القرآن ليس فيه نزول، من قاف إلى الناس. فأستكثر من هذا الزاد، استكثر من ليه؟ لأن فيها، قال أهل العلم، فيها أصول الاعتقاد والإيمان، ومقامات أهل الجنة ومقامات أهل النار، والتذكير بآلاء الله عز وجل. يعني أهل العلم لفت نظرهم لماذا يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المفصل. نعم، يعني لذلك تأملوا فخرجوا بهذه النتيجة. وكان يقرن بين سور بعينها. سيدنا المسعود في صحيح مسلم قال: كإني لا أعلم أن 20 سورة كان يقرن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينها. وقد بينت بعض الروايات هذه المقارنة، مثلا كان يقرن بين الطور والذاريات، وكان يقرن بين الواقعة ونون، وهكذا في سياقات موجودة في أن آجي اتصال للمعنى الموضوع. آجي أقول يبقى دلوقتي أمشي خلفه. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أنا لما باجي دلوقتي أشوف يبقى المفصل، أركز، أعرض قلبي على المفصل، أستزيد منه وأخذ وأنهل من نوره حتى أجد قلبي. ثم لابد أن يكون لي حظ كما قلت يا سيدي، لأنه لا يفقه الإنسان الكلام حتى يعي معانيها. ما ينفعش أن أنا دلوقتي أبقى في الجامعة ومهتم جدا بترانسليشن وأشوف الكلمة ديت إيه وأشوف إيه وأشوف إيه، وقد أخذ لغة أخرى غير الإنجليزية كمان، ممكن أخش الفرنسية، أخذ التركية، أخذ الإسباني، أشوف وأهتم وأستذكر وأستظهر وإلى آخره. اهتم بكلام الله عز وجل. طب أنت بتتكلم عن فئة القراءة، فكيف بفئة الذين عندك في إذاعة القرآن الكريم؟ والآن هناك مصاحف مفسرة مقروءة، وهناك أصلا يعني دروس تفسيرية كثيرة. اجلس وأصغي. ثم إن هنالك أمرا جميلا يبشر كل مسلم، التدبر متاح لكل الخلق، والناس قد يخلطون بين التدبر والتفسير. لست في حاجة، كما قال سيدنا عباس، القرآن نزل على 4 أقسام، قسم يعرفه كل الناس. أنت مش محتاج يا أستاذنا، أبي أمي أهلنا لا يحتاجون إلى من يفسر لهم، الحمد لله رب العالمين. مش محتاج الرحمن الرحيم، مش محتاج، عنده مبادئها، مش عايز بقى أخش الرب واشتقاقها والعالمون ومن العالمون، هو يعي مدلول هذا اللفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر. فما لا تشق على نفسك ولا يهولن الشيطان. لأن الشيخ الإمام ابن هبيرة رضي الله عنه، هذا الوزير الحنبلي، كان يقول: ومن أعظم مكائد الشيطان أن يصد الناس عن تدبر القرآن، لأنه علم أن التدبر فيه فلاحهم. ولذلك أستاذنا، كل من كابد قراءة القرآن، والله تجد كأن قبيلة من الأشغال إذا أردت أن تأتي للمصحف، قد يجب، ليست القضية في صلاحنا، هو لا يريدك أن تسمع فضلا عن تقرأ، هو فاعلم ذلك. هيجي إيه؟ بص لا، كل شوية من الموبايل. ولذلك بعض الناس يعني يقرأ القرآن من الموبايل، خلاص تقرأه من الموبايل، اعملوا وضع طيران، مش بتقرأه من الموبايل، كل شوية يجي لك اتصال، كل شوية يجي لك رسالة، كل شوية يجي لك أنت. يعني اذهب إلى القرآن بكلك، اذهب، اجلس، تفحص. ليه؟ نعيد مرة أخرى، لأن فيه حياتك، ولأن فيه رفعة منزلتك، ولأن فيه شفائك، ولأن فيه نورك، ولأن فيه روحك. هذا الشهر الذي تراه ويتوافد الناس إلى للصيام والقيام والتبتل، هذه الأشياء كله جعل من أجل أن يخلص هذا القلب للقرآن. فأين تذهبون؟ هذا السؤال القرآن، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين؟ ذكر للعالمين. طيب،
احنا اتكلمنا عن وسائل التدبر ويعني انا لسه ما خلصتهاش كيفية يعني فتح الطريق للقلب ليستفيد وليشرب من هذا المعين وينتفع بهذا الكتاب العزيز. لكن خلينا نقف وقفة مع حال مخلوقات أخرى مع القرآن الكريم. الجن، والجن مخلوقات يعني حدثنا الكتاب والسنة يعني عن صفاتهم وأحوال عجيبة، يخترقون يرون ما لا نرى ويصعدون الجبال ويغوصون في أعماق البحار وكذا وكذا وكذا، لكن حينما استمعوا إلى هذا الكتاب العزيز كان لهم شأن آخر، كما قال الله تبارك وتعالى في أول سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، رد الفعل بقى، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. نعم. يعني كيف ترى يعني هذا التسليم من هذه المخلوقات التي لها قدرات تفوق قدرة الإنسان بمراحل إلى هذا التسليم الفوري وهذه الذلة والانكسار أمام هذا الكتاب المهيمن؟ هل تأذن لتلميذك حتى لا نقطع على إخواننا قضية خطوات التدبر أن أؤخر الكلام عن تأثر المخلوقات وأحوالهم؟ لكن أنا سألتك سؤالا مباشرا، يعني سنعود نحن في سياق التدبر. نعم. عن الجن حتى لا يأخذنا المعنى بعيدا، أنت محتفظ بالإجابة لكن لا تغادرها. ما أنا لا لن أغادرها، سنتعرض لها، لكن أنا أريد أن نكمل هذا الأمر حتى يعني يكون الكلام مجموعا بسياقه لا يكون متخللا بكلام آخر. احنا قلنا الان، وانا اول مره افقط وانقط مع حضرتك في هذه الاشياء، تدبر تاتي فتكرر فتاخذ المعاني فتجلس فتنظر الصوره التي تجد فيها قلبك، ثم بعد ذلك تقرا على مهل. النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كانت قراءته فصلا يقف على رؤوس الآي، اقرا بتاء ورد للقرآن ترتيلا. كان الفضيل بن عياض الذي ذكرته يا سيدي كان إذا قرأ القرآن يقرأ قراءة محزونة مترسلة هادئة كأنما يناجي أحدا. هي دي، أنا مش عايز يا جماعة أشوف، معلش، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم مش ليست هذه القضية. عايز تختم، اجعل لك ختمة تدبر كما يقول أهل العلم، وختمة التلاوة. وختمة التلاوة لا ينبغي أن تكون هذا أيضا. وإذا استوقفتك آية قف، الله عز وجل لن يحاسبك أنت خلصت كم ختمة. لابن القيم يمثل بين الأمرين كمن تصدق بجوهرة، واحد وقف مع آية هو تصدق بجوهرة، واحد جاء بكيس مملوء دراهم، دوت جاء بالكثير، قال والراجح أنك تستثمن ما تتقرب به إلى الله عز وجل. بل قال كلمة عجيبة تدل على حاله، قال والمرء إذا قرأ في ركعتين بتدبر لا يكاد يجد طاقة للقيام لأخر. الله. التدبر استنزفه. أنت ليه مستعجل؟ أنت تريد أن يحضر قلبك ولا أن تستكثر؟ ولا يقولها ابن القيم إلا وقد عاينها وعايشها. ولذلك أهل العلم قال لك كن بصيرا بنفسك. أنت الآن هتقدر تقوم وتقف متى ستجد قلبك؟ هي دي القضية. تجد قلبك بعشر ركع تفضل، بالاستكثار تفضل، تجد قلبك بالوقوف والترسل تفضل. هي دي القضية، أنك في رحلة كما تفضلت يا سيدي، في رحلة البحث عن قلبك، في رحلة البحث عن نفسك بين يدي كلام رب العالمين، ثم عندما تقرأ استشعر هذه الهدية أن الله عز وجل، وهذا هو يرتبط بالسياق حضرتك الذي تكلمت فيه عن الجن، أن الله عز وجل خصك أنت دون هذا الكون الفسيح المطلق بكلام لك محفوظ إلى يوم القيامة. الله عز وجل يخاطب خلقه بما شاء كيف شاء، يوحي إلى النحل، يوحي إلى هؤلاء، لكن جعل لك أنت أيها الإنسان كلاما خاصا إلى الجن والإنس، ف
فعندما تجلس لابد أن تستشعر هذه المنة، أنك مخصوص بهذا الكلام بخطاب الملك، أنك مخصوص بهذا الكلام. ولا ينبغي أن يكون الجن أسبق إلى الله منك. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي وهو واقف يصلي، مجرد إن سمعنا قرآنا عجبا. كلمة عجبها هنا تدل بقى على ما وراءها من التأثر والتفاعل والانغمار في نور القرآن. ليس هذا فقط، اسمح لي شيخ بدان، الجن يروا كما قلت يرون ما لا نرى، يعني مشاهد الكون بحكم خلقتهم، يعني يخترقون أجواز الفضاء ويغوصون في أعماق البحار، يعني يرون أشياء لا نراها. إحنا لو سافرنا بلد لأول مرة وشفنا مشاهد من الحضارة ومن كذا ومن الأبراج نندهش وتأخذنا الدهشة، فكيف بالجن الذين يجوبون؟ كيف وقفوا أمام هذا القرآن وقالوا قرآنا عجبا؟ وبعدين يهدي إلى الرشد. طب مع أنهم يعني فهموا أن من مش بس إعجاب وانبهار فقط، أن من لزمه هدي إلى الرشد، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم بعد آية الذكر. وإنك معنى ذلك إلا الـ 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 يعني لو كانوا جن يعملون كل شيء ويخترقون ما وراء الحجب وكذا وكذا وكذا، هم ليسوا في رشد إلا إذا كانوا مع القرآن الكريم. بالضبط كده. يعني مهما بلغ الناس من شأو في أي شيء بدون قرآن هم ميتون. قد قضى الله عز وجل بذلك. بل والعياذ بالله، يعني ومن أعرض عن ذكري، والإعراض كلمة مؤلمة، ومن أعرض عن ذكري كده جعل عرضة عن ذكري. شوف يعني هذا هو الكلمة في اللغة. شوف بقى فسر بقى أنه أدبر واستدبر وأبعد عنه. ومن أعرض فإن له معيشة ضنكة، وسماها معيشة لأنها ليست حياة. ليست حياة، ضنك. شوف الكلمة يا أستاذ مصطفى، كأن أحدا يأخذ برأس إنسان فيضربه في جدار، ضنك. بينما في الآية الأخرى من عمل صالحا من ذكر أو فلنحيينه حياة. وبعدين ما قالش فلنحيينه وخلاص، لا قال لك لا، هنا معيشة وهنا حياة. حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن. حياة طيبة يعني تنبض الكلمة، أنا واقف تنبض بالحياة، حياة وطيبة تجد كأنها متبسمة، حياة طيبة. بينما الثاني ضنك، ولو حاز الدنيا كلها. قال أهل العلم الضنك، ما الضنك؟ بعض الناس بيعتقد أنه يعني الفقر ومش عارف إيه وكذا. قالوا هم لازم، تعب دائم، حسرة لا تنقضي. ويجي واحد وأترى ذلك لكن أنا في حاجة مش عارف إيه السبب. أنا عندي مصانع وعندي عربيات والحمد لله بسافر والحمد لله، بس أنا مش لقيني. نقول له دائما حياتك كما قلنا في هذا الكتاب المجيد، يهدي إلى الرشد، يهدي له. ثم إنه يغيرك، بل أقول معلش يا أستاذنا، بل يغير الكون كله. الله. حديث سيدنا أسيد بن حضير في تلك القراءة المقبلة بالقلب، جلس يقرأ في الليل وبين يديه فرسه وابنه يحيى نائم بجواره، فكلما قرأ وجد ظلة فيها مصابيح. الله أكبر. في ظلة فيها أمثال المصابيح، زي سحابة كده نزلت نورانية فيها أمثال المصابيح، فإذا سكت ارتفعت، فإذا قرأت جاءت. هو يقول كده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ أسيد بن حضير، فقرأ. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة فيها الملائكة دنت لسماع تلاوتك. هو كان يتوقف ويخشى من الفرس التي تجول عندما تأثرا الحيوان. حضرتك بتتكلم عن الجن، الفرس تجول من قراءة خرجت من قلب موصول بالله عز وجل. ليس الفرس فقط، أن الملائكة تتنزل لسماع تلاوة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليستك، فإنه إذا قرأ القرآن يدنو الملك حتى يضع فاه في فيه. الله أكبر. تحب القرآن، هذه الرفقة وهذه حال أخرى لو تدبرتها لكفى بها شرفا، أنك تستكثر من رفقة الملائكة. ولابد
لصاحب القوم أن يتأثر بهم فينالك من النور ومن الحفظ ومن الرعاية، كما قال أهل العلم: خادم محفوظ محفوظ. أنت إذا أردت الحفظ، حفظ القلب، حفظ اللسان، حفظ الجوارح، حفظ المال، حفظ النفس، أن تكون موصولا بالقرآن. أنت إذا أردت اختصار الطريق لترك الآفات والذنوب والمعاصي، عليك بالقرآن. هتقول لي إزاي؟ أقول لك: ليس هذا شأني ولا شأنك. كما قلت لك، تغيير القرآن فوري ذاتي لا إرادي منك. قد حدثني بعض الناس لما سمع كده مني، قال: أنا كنت أتشاجر مع زوجتي في البيت، فمرة واحدة ألقي في ذهني تلك الكلمة وأنا قاعد بقى غضبان وأتنفخ ولا آخره. قال: فأخذت المصحف وأغلقت علي الباب وجلست أقرأ، بقولي لقيت نفسي لوحدي بتبسم. خلي بالك يا أستاذنا، هي دي القضية. لا تجرب الله عز وجل، أيقن ستجد الأثر. وديت أحد أسباب التدبر، مش بقى أنا أشوف هيعمل إيه. لا، القرآن كالضيف العزيز الجليل الشريف الذي يتأبط نعله تحت قدمه ممسكا بعضاضتي الباب، لو أنت التفت عنه هيمشي. فكذلك إذا جلست، اجلس كما قلنا في المشهد الأول بذلة وافتقار. لا يتلقى القرآن إلا بذلة وافتقار. اقعد أنت بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى يكلمك. قال السلف رضي الله عنهم هنيئا لابن آدم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يا أستاذنا يعني من على سيدنا موسى، قال: نصطفيتك على الناس بكلامي. طيب أنت كمسلم بين يديك كلام الله عز وجل محفوظ، لفظا لفظا، حرفا حرفا، سطرا سطرا، حركة حركة. طيب في شهر رمضان يعني ربما تكثر حلقات القرآن في المساجد وخلافه، وهنا يحضرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ما كل هذه الجوائز؟ من أجل حلقة القرآن يجتمع فيها الناس رضي الله يتدارسون كتاب الله. التدارس يا سيدي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يتلون كلام الله فقط؟ قال: ويتدارسونه. هنا مربط الفرس، هنا هو الذي بعض الناس يشكو انقطاع الأثر. أنت لا ينبغي أن تكتفي بهذه القراءة، معذرة، الحلقومية. عليك بالقراءة القلبية، عليك بإصغاء هذا وإنابة هذا وحضور هذا. جره بين يدي الله عز وجل، أعد تدارسه. والقرآن إذا تدارسته يعني فقهت معانيه، تدبرت معانيه، لا سيما الآيات التي فيها كلامك كلام عن رب العالمين. يا سيد الحبيب، في سورة الحشر في نهايتها، تلك النهاية الشريفة بعد قول ربنا في صفة القرآن، ماذا قال؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، مش خاشعا بس، متصدعا، فتت يتشقق من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون يتفكرون. هو الله سبحانه وتعالى. الجبال تخشع لكلام الله تبارك وتعالى، فهل قلوبنا أو قلوب بعضنا يعني أكثر وأشد قسوة من هذه الجبال التي خشعت لكلام الله تبارك وتعالى؟ الحقيقة يمكن أنا إن شاء الله أن أنا أختم هذه الحلقة بهذا السؤال. يعني هذه الجوائز الأربع لقول الله، لتلاوة القرآن وتدارس القرآن، لعظمة هذا القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الحلقة يعني ممن دخل في هذا النور، وتبقى جلسة تدبر القرآن ومعنا الإخوة المصورين قاعدين في هذه الجلسة. يحق علينا يعني هذا الأمر ونأخذ هذه الجوائز الأربعة. بشكر في نهاية الحلقة لأخي حبيبي الداعية الأديب الشيخ وجدان العلي، وحلقات النور والفضل والتدبر والتأمل لكتاب الله العزيز في شهر القرآن
الكريم مستمرة بحول الله وقواته. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والثور بل له تبتل والندى، والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، إذا اجتمعنا على الهدى. ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره.